ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية وخصوصا في الجانب التعليمي، وزارة التضامن أعلنت أنه تم إعفاء 5.5 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن واللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ بسان، صباح الخير استاذ محمد. يا اهلا بيك يا فندم، صباح النور. يعني في الحقيقه 5 مليون ده رقم كبير جدا، عايزين نوضح الفئات اللي بيشملهم قرار الاعفاء من المصاريف الدراسيه. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي ان في قرار من معالي الوزيره باعفاء 5.5 مليون طالب من اسر من الاسر المستفيده من برنامج تكافل وكرامه، لانه عدد المستفيدين من تكافل وكرامه 4 مليون اسره مصريه، حوالي 14.8 مليون مواطن مصري بياخد دعم نقدي من وزاره التضامن الاجتماعي، ولكن دعم نقدي مشروط بانتظام اولادهم داخل المدارس، يعني لازم الطالب ابن الاسر المستفيده من تكافل وكرامه انه يكون منتظم في الدراسه بنسبه 80% عشان نقدر نمنع التسرب الدراسي ونحقق العداله الاجتماعيه. عدد الاولاد اللي استفادوا من ابناء هذه الاسر اللي وزاره التضامن بتدفع لهم المصاريف 5.5 مليون اسره مصريه، لان حوالي برنامج تكافل وكرامه حوالي الانفاق عليه حوالي 20 مليار جنيه سنويا، منهم طبعا طلاب المدارس والمنح الدراسيه المختلفه. عظيم. طيب دكتور، اعتقد انه مش هم اللي بيحتاجوا يقدموا، لان احنا بالفعل عندنا قاعده بيانات، ولا نعم بيحتاجوا يقدموا؟ لا يا فندم، احنا عندنا اصلا في التضامن الاجتماعي قاعده بيانات فيها 34 مليون مواطن مصري متسجل عليها. كل الاسر المستفيده من تكافل وكرامه بعدد ابنائها بحالات، حتى ايا كان عدد الابناء. لا، اثنين طبعا، اثنين كفايه عشان ما نشجعش على الزياده السكانيه. احنا مشترطين اثنين كفايه، وعندنا برنامج اسمه اثنين كفايه، ولكن كل الابناء اللي هم اسرهم مستفيده بياخد معاه الثانوي من مرحله ما قبل المدرسه لحد الثانويه العامه، ووصلنا كمان للجامعه بتوجيهات القياده السياسيه ان احنا كمان ابن اللي داخل الجامعه ومن المتفوقين من ابناء هذه الاسر بياخد 200 جنيه معاش شهريا، وبندي كمان مكافأة للسائقين داخل الجامعات بصفة عامة بقى، سواء كان من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة أو من غيرها. يعني شرط التفوق ده بياخد 1000 جنيه شهريا من التضامن الاجتماعي. طب خلينا نتكلم عن مناطق بقى لهؤلاء الطلبة يا فندم، يعني هل في ارتباط بين أماكن الطلبة دول وبين مبادرة حياة كريمة؟ طبعا دلوقتي حياه كريمه بدات تشمل معظم محافظات الجمهوريه، بتكلم حوالي 20 محافظه و52 مركز على مستوى الجمهوريه. كان برنامج تكافل وكرامه كان مستهدف المحافظات الاكثر فقرا، وبدا بمحافظات الصعيد، كنا بنتكلم في المرحله الاولى من 11 محافظه من اجمالي 13. في مرحله طبعا حياه كريمه معظم هذه المحافظات القرى والفئات الاولى بالرعايه مستفيده من تكافل وكرامه، وبالتالي انها احنا طبعا بندي على نطاق واسع على مستوى الجمهوريه، سواء بالنسبه للمستفيدين من التكافل الفرص الدراسيه، وعايزين نقول كلمه تكافل الفرص الدراسيه هو مفهوم عام او مبادره اطلقتها وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التربيه والتعليم والتعليم العالي كمان، وشملت الفئات ابناء الاسر المستفيده من تكافل الكرامه، وكمان اصحاب الهمم اللي هم داخل المدارس او داخل الجامعات، سواء من دفع مصروفات دراسيه او حتى من خلال تقديم اجهزه تعويضيه لهذه الفئات. عظيم. إذن دعم في كل المراحل التعليمية بحسب ما فهمنا من حضرتك، لحد الثانوي في دعم بطريقة معينة، في الكلية في دعم، في منح شهرية كمان للمتفوقين. نعم يا فندم. هو طبعا احنا بنبدا يعني التضامن الاجتماعي بتبدا مع الانسان في مراحل عمره المختلفه، علشان هي بتركز على الاسره المصريه. احنا عندنا برامج من اول يوم، يعني من اول ما يتولد الطفل ده في برامج من التضامن الاجتماعي موجهه ليه، عشان كده بنقول ان حتى التعليم احنا مهتمين بتعليم في الصغر مرحله ما قبل المدرسه. احنا بندي 60 جنيه للطفل ما قبل المدرسه اللي هو ملتحق بالروضه او كي جي 1، ده بياخد 60 جنيه من معاش من التضامن الاجتماعي اذا كان من الاسر الاولى بالرعايه، وبيزيد طبعا المبلغ ده بيزيد لحد يوصل 200 جنيه في الجامعه، ثم 140 في الثانويه، ثم 120، ثم 100 في ابتدائي، لكن بيقسم هذا المبلغ حسب الاحتياج التعليمي بالاضافه الى المنح الدراسيه المختلفه التي تقدمها وزاره التضامن مع جمعيات اهليه شريكه زي ساويرس، زي المعونه الامريكيه كمان بتساعد في تقديم 140 منحه دراسيه لطلاب الجامعات، ساويرس بتقدم حوالي 40 منحه دراسيه للسائقين داخل الجامعات، وبشرط ان يكون من ابناء هذه الاسر الاولى بالرعايه.
طيب احنا يعني تم استهداف او اعفاء 5.5 مليون طالب، هل في يمكن نية لزيادة هذا الرقم حسب طبعا التقديم والحاجة ولا لا؟ طبعا الرقم طبعا في ازدياد، ده بيعتمد على حاجتين. الحاجة الأولى انه تكون الأسرة أولى بالرعاية، وبعدين في ناس أسر بيتم التخارج ليها من تكافل كرامة، يعني هذه الأسر إذا كانت بدأت تعمل مشروع إنتاج صغير بيضر داخل يفوق ما يحصل عليه الأسرة أو ما تحصل عليه الأسرة من خلال تكافل كرامة، بيتم طبعا تخارج هذه الأسرة واستبدالها بأسر جديدة، وبالتالي من المحتمل أنه هو يزيد. الحاجة الثانية أن احنا 5.5 مليون اللي معالي الوزيرة اتكلمت عنهم هما اللي في التعليم من ما قبل المدرسة لحد الثانوية العامة، لكن في الحقيقة احنا كمان بندي حوالي 625 طالب فائق داخل الجامعات بخد منحة دراسية لحضرات الفائقين. دفعنا المصروفات الدراسية لأكثر من 5000 طالب داخل الجامعات، وكان الأولوية لغير القادرين وذوي الهمم، يعني منهم الأزهر بس حوالي دفعنا مصروفات دراسية في جامعة الأزهر 1650 طالب استفاد من دفع المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى الجامعات المختلفة. كل جامعة بيتراوح من 100 إلى 200 طالب قمنا بدفع المصروفات الدراسية إذا كان غير قادر أو ثبت عدم مقدرته من خلال وحدات التضامن الاجتماعي التي أنشأتها وزارة التضامن داخل الجامعات المصرية المختلفة. عظيم جدا، كل الشكر لحضرتك دكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا ليك يا فندم.